بونجور جوسبر كو فيز علي بيان. اليوم على فيديو جبت لكم فيديو تجهيزات لعيد الاضحى. كيفاش تجهزوا البشره تاعكم لعيد الاضحى؟ ان شاء الله يعجبكم لا فيديو. ما تنساوش ديروا جام وابوني وتكملوا لا فيديو التالي. واذا جربتوا ماسك من لي ماسك اللي ديتهم لكم خلوا لنا الراي تاعكم تحت في خط التعليقات. بون جبت لكم وصفات بزاف، منهم مقشر شفايف، مقشر البشره، مرطب البشره والواكس. شحال عجبكم الفيديو ايا نبداو. غادي نبداو باول خلطه واللي هي مقشر البشره. بزاف مليح وبزاف ناس تخدمو. ماما نايا بالنسبه للمقشر نستخدم غير هذا. عندنا غير ثلاث مكونات وكما راكم تشوفوا سهله وبسيطه وراي باينه. عندنا السكر والقهوه والحسل. وبالنسبه للحسل غادي ديري حسل ناتيو ولا حسل العادي. وبالنسبه للحسل غادي ديري البديل تاعو زيت الزيتون واللي هو الزيت الاصلي. ودروك شنو غادي نديرو؟ هوانا ودروك شنو غادي نديرو؟ نبداو جيبي بول اللي غتخلطي فيه المكونات وديري كميه من السكر وكميه من القهوه. بالنسبه لكميه تاع السكر هي تكون كميه تاع القهوه وتكون الكميه تاع الحسل. بون كيما راكم تشوفوا راني بديت نخلط فيها. خليكم معنا على الفيديو. مليح حتى تولي لي على شكل عجينه. غادي يجيك سهل. بون اذا درتيها بالزيت الزيتون غادي يجيك بون. ها ولا وغادي تقشري به البشره تاعك فيه مليح. غادي نصنعوا المرطب. وبالنسبه للمرطب تاني راني دارته لكم في القناه واللي هو مرطب ماسك الارز الكوري. بزاف بزاف مليح سورتا في كي ديريه في العيد ولا تكوني عندك حاجه زعما غادي يخصك نتيجه. وبالنسبه لهذا المرطب تاع البشره اللي غادي نتيجه سريعه المقشر شنو غادي نستخدمو؟ غادي نستعملو لا نستخدمو كيف كيف. الارز، بالنسبه للارز هاولا غادي نغلوه في الماء. دروك كيما راكم تشوفوا غادي نعمرو كمية قليلة من الماء. هذا مكان كيما راكم تشوفوا قد اللي طيبوا فيه هذاك الروز. بعد ما عملنا هذه الكمية تاع الماء غادي نديرو هذاك الروز تاعنا ونديروه فوق النار. ودروك كيما راكم تشوفوا غادي نبدو بعد ما غلي لي كامل هذاك الروز في الماء. دروك غادي ندوه. ها ولا الارز تاعنا. برطون هذا الماسك راني دايرتوكم في القناه. دروك غادي نصفي ندير الماء وحده وندير الروز وحده. دروك كما راكم تشوفوا ها ولا بعد ما كملناه غادي نصفوه. شجبت جبت اون بول صغير باه نصفي فيه هذاك الماء. كيما راكم تشوفوا ها هو على بعد ما صفيت الماء ها هو على ودروك كيما راكم تشوفوا جبت الماء الارز وجبت الارز تاعنا وجبت هذاك البول اللي غادي نخدمو فيه. بون كيما راكم تشوفوا اديت كميه من هذاك الارز. وثاني مكون اللي هو النشا ولا مايزينا. درت الكميه تاع المايزينا وغادي نخلط.
بعد ما يولي لي بهذا الشكل، المهم يولي كي تخلطيه نضيفوا له شويه الماء تاع الارز. ودروك بعد ما درنا المقشر ومرطب البشره، اش غادي نديرو؟ غادي نديرو مقشر شفايف اللي غادي نقشرو به الفم تاعنا. وردكم الفم تاعكم وردي كل فم تاع الكوريات. المهم كما راكم تشوفوا ثلاث مكونات، شعرنا عنا السكر وعنا العسل وملون غذائي احمر هو اللي يعطينا اللون. بقوم بالنسبه لهاد الخلطه غادي تقعد وتطول معنا، ما غاش تخسر وما غادي يصرا لها والو وتحتاجيها بزاف. شنو غادي تجيبي؟ غادي تجيبي علبه هكا، ما غاش تخلطوها هنايا ولا في حي واحده اخرى، غادي نستخدموها فن غير خطره، هذه غادي تخدموها بزاف. بون غادي تجيبي علبه كي من هكا، تبداي ديري في المكونات عادي. درت ملعقتين من السكر، عندكم نتوما بالملعقه العاديه هذيك تاع الحديد، معناها ملعقه واحده معمره مليح. وعندي هذه الثاني العسل، ونخلطوا المكونات. يولي لنا المقشر بهذا اللون، يولي لنا عسلي ويولي بهذا الشكل. دروك غادي نضيفوا له الملون الغذائي احمر. غادي نديروا القطره باه يولي احمر وما يديرلناش لون واحد اخر. بون هاولا حلو معكم، يجي بهذا الشكل. وغادي تقشري به في الفم تاعك بطريقه عاديه. ودروك بعد ما درنا هاد الوصفات كامل، دروك غادي نديرو التونر. بالنسبه للتونر ماء الارز اللي درناه في الوصفه الثانيه، غادي تجيبيه وديري فيه القطن هذاك القطن الدوائر، وغادي ديريه في وجهك. درنا هاد الوصفات، غادي نفكركم بوصفات وحده اخرين اللي حوستني على البروتين الطبيعي اللي راني دايره دروك. ما بغيتش نعمل نفس الخلطات. بون خلي لكم التحت في صندوق الوصف، غادي نخلي لكم، غادي نخلي لكم مرطب الجسم، وغادي نخلي لكم ثاني البروتين للشعر. غادي نستنعو الواكس واللي هو مزيل الشعر. غادي نحتاجو الكوب تاع السكر، نذوبوه مليح حتى ولينا كراميل على نار هادئه، نقعدو نحركو بما نحرق الناس هذاك السكر، نذوبو ونعاود نرجع لكم.